في مباريات لا تقبل القسمة على اثنين وفي ظروف قاسية أسدل الستار على مواجهات دور الأربعة من الدوري اليمني لتجمعي شبوة وسيئون، مواجهتان من العيار الثقيل جمعتا وحدة صنعاء أمام الصقر، بينما اصطدم كبرياء أهل صنعاء بطموح فحمان بقيادة مدربه الوطني محمد البعداني. أربعة أهداف كاملة سجلها الزعيم الوحدوي لينتزع بطاقة العبور الأولى إلى النهائي. أبناء الحالمة بادروا إلى تهديد مرمى سعود السوادي بتسديدة أطلقها مفيد جمال، لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن. المدافع عمار البيضاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه. ازدادت صعوبة المباراة على لاعب الصقر بعد طرد لاعبهم سلمان حميدة إثر تدخله العنيف ضد عمار البيضاني. استغل لاعب الوحدة نقص العدد في صفوف منافسهم فعزز عبد الرحمن الشامي تقدم فريقه بتوقيعه على الهدف الثاني. هدف جعل لاعب الصقر يرتكبون المزيد من الأخطاء ما أدى إلى خروجهم من أجواء المباراة. وفي الخمس دقائق الأخيرة عزز المتألق عمار البيضاني تقدم فريقه بتسجيله للهدف الثالث بطريقة رائعة. وقبل الصافرة اختتم البديل عبد الله العبسي أهداف فريقه معلنا حجز الزعيم مقعده في النهائي. العبور نحو اللقب الأول في تاريخه كان يتطلب من فحمان تجاوز الإمبراطور الأهلاوي في نصف النهائي الآخر، وهو ما حققه في نهاية المطاف. أبناء المدرب محمد البعداني دخلوا اللقاء وأعينهم على خطف بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي. المتألق عمر المسبحي سجل الهدف الأول لأسود أبيان في شوط اللقاء الأول، وعدل عمار القباطي النتيجة للإمبراطور في الشوط الثاني. تعادل أجبر الفريقين على الاحتكام لركلات الحظ الترجيحية التي ابتسمت في نهايتها لفحمان أبيان بواقع 5-4. الحمد لله العيال ما قصروا وحصلنا أكثر من فرصة في المباراة واستغلينا الفرص، الحمد لله تعادلنا 1-1. كان فريق الأهلي فريق خصم فريق قوي ونحترمه، وهو كبير بالدوري واسمه كبير طبعا، لكن الحمد لله شيء المباراة بقدارة، وهذا فضل العيال وفضل كابتن محمد حسن البعداني. الحمد لله على كل حال، ونشكر اللاعبين على الرجول اللي قدموها في الملعب وعلى التأهل إلى النهائي، والحمد لله هذا فضل الله واللاعبين والجهاز الفني. المباراة القادمة بإذن الله مباراة بطل بإذن الله، نكون بإذن الله والشباب اللي وصلوا له بمثابة بطل، وبإذن الله القادم يكون أفضل وأفضل بإذن الله. مواجهة قوية تجمع الزعيم الوحدوي مع فحمان أبيان على لقب الدوري اليمني للموسم الكروي الحالي في تكرار لمواجهتي دور المجموعات. فمن سيظفر باللقب الأول بعد سنوات ركود عاشتها الكرة اليمنية؟